هتولع هنولع. انا وصلت يا جماعه، وصلت فين؟ احنا فين دلوقتي؟ في مقر شركه وي. النهارده عندنا يوم غير طبيعي، لان في 5 هيفوزوا بعربيات اودي كيو 3 سبورت باك. هطلع لهم فوق دلوقتي، هتصل بيهم واحد واحد في التليفون علشان نبلغهم بهذا الخبر الغير طبيعي. الحقيقه انا النهارده جاي عشان اكلم الناس اللي كسبت العربيات دي، فلكم ان تتخيلوا الصدمه، وانا نفسي متوتر. يعني الموضوع متوتر جدا انك تتصل بحد كده قاعد لا بيه ولا عليه وتقول له الو مساء الخير فلان الفلاني، انت كسبت عربيه اودي. فخلونا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده، عشان انا عندي حاله حماس غير طبيعيه، مش عارف اعمل ايه. خلينا بقى نتصل دلوقتي باول شخص معانا النهارده، وهو الاستاذ خالد حسين حامد. استاذ خالد حسين حامد، رقمه ايه؟ 015 طبعا. ايه الذكاء ده؟ هيبقى كام؟ الو. الو، مساء الخير. مساء الخير استاذ خالد، معايا؟ ايوه انت، انا معاك، انا احمد الوكيل، بكلمك من مقر شركه وي. في ايه يا فندم؟ في ايه؟ ما تقلقش، كل خير والله، كل خير، ما تستعجلش. انا بس كنت بقول لك ان حضرتك اشتركت في عرض الصيف بتاع وي، وهو استخدمت الكود بتاع نجمه 501 شباك. بس كده استاذ خالد، الف مبروك يا استاذ خالد، حضرتك كسبت عربيه اودي كيو 3 من شركه وي. حضرتك عربيه؟ ده بجد والله، ما بهرجكش، الف مبروك. انت بتتكلم جد؟ والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، انت كسبت دلوقتي حالا عربيه اودي كيو 3 سبورت باك 2022 من شركه وي. الف مبروك يا استاذ خالد، والنبي سقف يا جماعه الاستاذ خالد، يعني ناس. ايوه يا باشا، دي عربيه اطفال صغيره ولا عربيه؟ عربيه حقيقيه، عربيه 1400 سي سي و150 حصان، عربيه كبيره. بتكلم جد؟ والله بكلمك بجد، وانت ان شاء الله حضرتك هتنورنا في حفله يوم 24 سبتمبر، يعني هتبقى يوم السبت دي اللي هتستلم. 24 السبت؟ هتستلم فيها العربيه ان شاء الله. يعني في حد هيكلمني من الشركه؟ ايوه طبعا هيكلموك. بتكلم جد؟ والله العظيم بكلمك بجد. اهم حاجه بطاقتك ساريه وتيجي يوميها، وحتى هيخلصوا معاك الموضوع كله وتستلم العربيه، مش مطلوب منك اي يعني حاجه. يعني جنسيتك هتكون عربيه اطفال صغيره؟ والله مش عربيه، يعني احنا معقول هنكلمك وكميه وقاعدين في مقر ويا نكسبك عربيه اطفال؟ ده حضرتك يعني ده حاجه هيبه. انا مبسوط لك جدا جدا، والف مبروك ليك يا حبيبي. الله يخليك، ربنا يعزك يا فندم، شكرا افضل سيادتك حبيب قلبي. استاذ خالد غلبني والله، هو ليه حق الصراحه، برضه حد قاعد لا بيه ولا عليه وفجاه يلاقي حد بيكلمه بيقول له كسبت عربيه كده، هيفتكرها عربيه اطفال. يا نهار ابيض، هنخش بقى على اللي بعده بقى. الو مساء الخير. مساء النور. ايوه استاذه نهى. اتفضل. بقول لك دلوقتي الرقم بتاعك كان مشارك في عرض الصيف بتاع وي، اللي هو كان بيستخدم فيه الكود بتاع نجمه 501 شباك. صح. يعني هقول لك في المكالمه دي خبر هيبسطك قوي قوي، بس محتاجه اكد معاكي حاجه صغيره جدا. ما انا مضمنش مع الاسف، انا مش متاكده ان انتوا شركه وي ولا لا. والله مش فارق لي خالص الجايزه. صدقيني هتندمي جدا، هتندمي جدا. الاول ما هقفل معاكي خدمه العملاء بتاعت وي هتكلمك على طول، انا كده كده بياناتك معايا، يعني انا مش محتاج اعرف منك بيانات عنك. طب بقولها. واسمي بالكامل نهى محمود ماجد. لا ده مش اسمي بالكامل. هاتولي يا جماعه اسم نهى محمود ماجد بالكامل. نهى محمود ماجد محمود سليم، جبتلك الاسم كامل. ايوه صح كده. صح كده؟ الف مبروك يا استاذه نهى. انا شفت ريقي. حضرتك حضرتك عارفه انت كسبتي ايه؟ لا معرفش. انت كسبتي عربيه اودي. عربيه اودي كيو 3، والله العظيم بكلمك بجد. بحلف لك بالله، انت كسبتي عربية اودي كيو 3 سبورت باك دلوقتي حالا. انا مش مصدق. الف مبروك. انت كسبتي عربية اودي كيو 3 سبورت باك من شركة وي، ويوم 24 سبتمبر اللي هو يوم السبت انت هتيجي تستلميها ان شاء الله. معلش ممكن تقول بس الكلام تاني علشان انا هتقول فيها، عشان انا مش مصدقة. لا بجد والله، انت كسبتي عربية اودي كيو 3 جديده زيرو من شركه وي، وفي حفله معموله لتسليم العربيه دي هتبقى يوم 24 سبتمبر. مين بقى؟ انا احمد الوكيل، انا مذيع في الراديو وفي التلفزيون. خلاص تمام. مبروك يا استاذه نهى. سقفه تاني لاستاذه نهى. الف مبروك استاذه نهى، كسبت اودي.
دلوقتي بقى هنتصل بمين؟ هنتصل بالاستاذ حسام عصام محمد دياب، يا رب يرد علينا ويبقى من سعداء الحظ الفائزين. الو السلام عليكم. ايوه يا فندم. استاذ حسام؟ ايوه مظبوط. استاذ حسام عصام محمد دياب مظبوط؟ ايوه مظبوط يا فندم. ازيك يا فندم؟ معاك انا احمد الوكيل، بكلمك من مقر شركه وي المصريه للاتصالات. رقم موبايلك كان شارك في عرض الصيف بتاع وي اللي هو استخدم فيه نجمه 501 شباك. استاذ حسام انا مش عارف اقول لك ايه. انا انت مش فاهم كميه الناس اللي هتنفسن عليك الشهر ده. انت عارف انت كسبت ايه دلوقتي يا استاذ حسام ولا مش عارف؟ مش عارف بس. انت كسبت عربيه اودي كيو 3 سبورت باك. ده والله العظيم. بجد والله. وحياة ربنا، مبروك. سقف يا استاذ حسام. والله ما بهرج، انا معاك احمد الوكيل مقدم برامج وفي الراديو وفي التلفزيون وبتاع عربيات وحاجات من دي، وانا جاي النهارده مخصوص عشان ازف اليك هذا الخبر السعيد. طب قول قول، طلع اللي عندك كله، عايزك تقول اللي في قلبك. والله هو الموضوع يعني موضوع يخد. انا مرحله ان انا مش قادر اصدق. لا لا والله بجد الموضوع بجد، وعايز اقول لك ان انت ان شاء الله يوم 24 سبتمبر اللي هو السبت باذن الله هتيجي. أيوة. هتنورنا في حفله، وهي عاملاها حفله كبيره جدا عشان تستلم فيها العربيه ان شاء الله. والله وانا لحد دلوقتي برضه مش عارف استوعب. انت راجل جميل. انت راجل جميل وتستاهل والله العظيم. موضوع غريب لدرجه ان لحد دلوقتي لسه مش قادر استوعبه. لا هو غريب هو بصراحه، لو منك يعني ما مش عارف، بس هو بجد والله العظيم حقيقي. انت حاليا احد ملاك سيارات اودي الفارهه. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اسمها اودي كيو 3. كيو 3 سبورت باك، خلي بالك في كيو 3 عاديه، دي سبورت باك بقى. دي اللي هي اغلى منها كمان. تمام. راجل جميل وامير اماره. نخش على اللي بعده ولا ايه؟ الفائز التالي معانا النهارده هو الاستاذ محمد عبد الواحد الدسوقي سالم. الو. يا استاذ محمد. معلش انا هتقرف، رقمت بيه. ايوه انا عارف الدائري وارساله صعب، معلش معلش ولا يهمك. رقم تليفونك كان مشترك في عرض الصيف بتاع وي، كان استخدم الكود بتاع نجمه 501 شباك، صح كده؟ تمام. حد كان داعي لك النهارده او الاسبوع ده او الشهر ده، انت عارف انت كسبت ايه دلوقتي؟ كسبت عربيه اودي موديل 2022 زيرو. والله والله العظيم، تخيل بقى. سقف الاستاذ محمد. الله يبارك. والله انا بكلمك بجد، اوعى تكون مش مصدقني. والله يعني انت بجد مش متخيل يعني. انا تليفون يعني العربيه. ايوه مكالمه. بص يا باشا، انا احمد الوكيل، انا مذيع في الراديو وفي التلفزيون، وجايبيني هنا النهارده علشان احمد الوكيل ده متابع. ايوه انا احمد الوكيل بقى. حبيبي والله، اقسم بالله اخويا حبيبي. حبيب قلبي يا محمد، حبيبي والله. انا ده انا مبسوط ان انت بقى، انت اول حد يعرفني النهارده يا راجل. لا يا راجل، ده انت صيتك يا عم فوق الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبي، الف مبروك عليك. انت وي، انت كسبت مع وي عربيه اودي كيو 3 سبورت باك. تمام. انا بقول لك انا مش مصدق بصراحه. ايوه لا ده موضوع كبير. العربيه حاجه وان انا اشوفك حاجه ثانيه يا حبيب قلبي. ربنا يخليك والله العظيم. ده انت بقول لك ايه، التفويله الاولى عليا. الله يبارك فيك حبيبي. حبيبي ماشي ماشي اوكي، يلا مع السلامه. يا ده اول واحد عرفني، اول واحد. ده لوحده ده ممكن لو نكسبه عربيه وطقم جنوط او مثلا طقم دواسات، يعني ده ياخد حاجه اكسترا عشان ده جبر بخاطري في المكالمات دي. المكالمة لما بتبقى بترن، انت الالو الاولانيه هي اللي بتبين لك المكالمه هتروح فين. يا استاذ مؤمن، يا جميل، يا بركه، انت عارف اللي حصل ولا مش عارف؟ لا مش عارف. بص بقى يا سيدي، انت يا مؤمن كسبت عربيه اودي موديل 2022 دلوقتي حالا. سقف المؤمن. الف مبروك. انا مش بشتغلك على فكره، انا بيني وبينك كنت ناوي اشتغلك الاول واقول لك مبروك انت كسبت عوامه بطه الصفرة اللي هي اللي بينزلوا بيها الميه، بس قلت لا بلاش اغلس عليك، قلت اديك الجائزه الحقيقيه على طول، العربيه الجديده. لا لا يا باشا، انا العوامه عليا، انت تعالى بس استلم العربيه وانا هجيب لك انا العوامه، ما تقلقش. خلاص حبيبي يا عم مؤمن، الف مبروك يا حبيب قلبي. الله
يا ده الراجل يعني كان فاكر كان نفسه ان هو يكسب عوامه بطه مش عايز عربيه يعني. هو بيقول لو كنت قلت لي عوامه بطه كنت صدقت. والله العظيم الناس جميله وانا مبسوط انبساط باللي بيحصل ده. وبكده خلصت المكالمات. 5 فازوا النهارده عربيه اودي كيو 3 سبورت باك من وي. اساميهم ايه بقى؟ خالد حسين حامد حسين ونهى محمود ماجد عمرو سليم وحسام عصام محمد دياب ومحمد عبد الواحد الدسوقي ومؤمن مجدي عبد الفتاح حسين. الخمسه دول هيجوا ان شاء الله يوم 24 سبتمبر حفله وي عاملاها جامده جدا هكون موجود فيها وهسلمهم العربيات بنفسي. وانا مبسوط لهم جدا وبجد الف الف مبروك ليهم وبجد فرحان لهم من قلبنا. ويا رب يا رب تبقى مبروك عليهم وخير عليهم كده. وشكرا وي على المجهودات الجباره اللي هم عاملينها. واتمنى يعملوا حسابنا في عربيه الصيف الجاي لان دي السنه الثانيه على التوالي. لو الثالثه ما خدتش عربيه هعمل معاهم مشكله. انا بقول لكم اهو هتولع هنولع هتلسوع هنلسوع هتولع هنولع هتلسوع.